السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نورة حسن. لو بتشوفوني لأول مرة اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد دايما، وتنسيش تعملي لايك للفيديو لأول مرة بتشوفيني. النهاردة هنعمل مع بعض شاورما اللحمة أو فتة الشاورما المصرية بطريقة سهلة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اللحمة هنا انا مقطعوها شرايح طويلة كده رفيعة زي ما انتوا شايفين، وهعصر عليها هنا ليمونة كده كاملة كبيرة. هنتبلها مع بعض كده حوالي ساعتين او 4 ساعات. بعد كده هنا هحط معلقة صغيرة من الخل، هحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وبعد كده فلفل اسود، ومقطعة في الطبقين دول طماطم، والطبق التاني فيه فلفل الوان. هحط بقى كده دلوقتي كمون، رشة كده كمون بسيطة، مش هحط كمون كتير، وكمان هحط كزبرة ناشفة. وهنحط كده بابريكا، وهنبشر بقى كده جوزة الطيب، رشة كده من جوزة الطيب بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها بقى كده كويس مع بعض، وهسيبها ساعتين في التلاجة قبل ما ابدأ بيها. ممكن تحطي عليها مية بصل او تبشري فيها بصلاية، بس انا كده كده هقطع عليها بصلاية وهي على البوتاجاز. ممكن تحطي بصل بودر برضو فيها وتوم بودر، بس انا كده كده هحط توم فريش وهحط بصل فعشان كده محطتش. لو عايزة تحطي توم بودر وبصل بودر براحتك. هجيب بقى كده طاسة على النار، واحط فيها مكعبين من الزبدة ومعلقة زيت، واول ما الزبدة كده تسيح بقى هننزل باللحمة بتاعتنا. عايزة اقولكم ان الطريقة دي طعمها بجد حلو جدا وهتعجبكم ان شاء الله، جربوها وعلى ضمانتي. هنا كده بعد ما كان عد عليها ساعتين، انا ما سبتهاش كتير يعني اكتر من ساعتين، المفروض تسيبيها 4 5 ساعات يعني هيبقى حلو جدا، هتبقى شربت من التتبيله حلوه قوي، بس انا سبتها ساعتين بس عشان اشتغل فيها بقى على طول. حطيت هنا كده اللحمه وهنبدا بقى كده نقلب فيها. طبعا هي هتنزل ميتها دلوقتي، قطعت بصلاية كده صغير وحطيت عليها رشة فلفل اسود، وحطيتها كده على اللحمة بعد ما اللحمة اتشوحت كويس وشربت المية بتاعتها. وبعد كده حطيت الطماطم اللي انا مقطعوها، انا مقطعة طماطم كبير شوية، وممكن يبقى عصير طماطم لو حابين، مش حابين لو انتم مش حابين تقطعوا طماطم يعني. وحطيت برضو الفلفل، انا حطيت كل حاجة كده مرة واحدة علشان عايزه الحاجات دي تبقى مستويه كويس جدا كده ودايبه في السندوتشات مع اللحمه. انا هنا بحط كده نص معلقه من السكر، مع نص معلقه صغيره حطيت مرتين، يعني حطيت بالظبط معلقه صغيره ممسوحه من السكر. السكر عشان يخلي اللحمه تستوي بسرعه كده، وكمان بيديها طعم حلو كده مع التتبيله اللي احنا عملناها دي. فحط سكر فيها حبة كده صغيرين عشان تستوي بسرعة، وكمان بيديها طعم حلو. انا لسه لحد دلوقتي ما ملحتهاش خالص، ما حطيتش ملح خالص،
بعد ما شوحتها كده كويس بقى حطيت هنا كوباية مية، هي الكوباية دي صغيرة يعني نص كوباية، انتي حطي يعني يا دوبك كده تغطي الشاورما بتاعتك كده تبقى باينة كده حاجة بسيطة. انا بقى عايزة كل الحاجات دي تستوي كويس جدا بقى وتبقى دايبة كده. في ناس بتحط اصلا في الساندوتش بصل ني، بس انا مش بحب كده، مش بحبه بصراحة اكل بصل ني، او احب ان انا احطه في الاخر، لا. فانا حطيته مع اللحمة من البداية علشان ايه يستوي كويس جدا، ما يبقاش باين الطعم باين يعني هو بيقرمش وكده. حطيت بقى هنا كده ما حطيتش ملح، حطيت مكعب من مرقة الدجاج، ممكن تستبدليها بملح الطعام العادي، بس مكعب مرقة الدجاج هيديها برضو طعم حلو قوي، فجربي تحطيها ودوقي برضو. يعني ممكن تستخدمي نص مكعب بس يعني عشان ما تحدقش معاكي. وبعد كده هنا كان عندي شوية من البقدونس، بس بصراحة كانوا في الفريزر يعني، فحطيتهم كده في الاخر وقلبتهم كده، واول ما ريحتها طلعت على طول طفيت، ما كملتش دقيقة على النار بس كده تشويح. ولو عندك بقدونس فريش برضو هيفضل يعني هيبقى احلى، بس يعني ده اللي كان متاح عندي فقلت احطه يعني وكده عشان برضو بيديها طعم متستحلو قوي. عملت جنبها بطاطس محمرة وصبت لهم بقى سيفن، قلت اعمل لهم يعني جو كده زي المطاعم كده او زي بره يعني. عملت في سندوتشات بلدي وحطيت طحينة، وعملت في كمان في العيش البرجر ده عملت فيه الشاورما، مش قادرة اقول لكم بجد طعمها حلو قد ايه. اتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. والسلام.